على وقع الهزات والانهيارات. أفاق سكان شمال غرب سوريا ووسط تركيا على زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 من عشرة درجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، إذ انهارت مباني في أنحاء المنطقة، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. كما شعر سكان قبرص ولبنان أيضا بالزلزال. من جهتها أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال، ووجهت فرق الإنقاذ وطائرات الإمداد للمناطق المنكوبة، وأعلنت تحذيرا من الدرجة الرابعة يناشد مساعدة دولية. أما في سوريا التي مزقتها حرب أهلية دائرة منذ ما يزيد عن 11 عاما، فقد أعلن مسؤول حكومي في قطاع الصحة مقتل وإصابة المئات، أغلبهم في محافظات حماة وحلب واللاذقية، حيث انهارت الكثير من البنايات. وأظهرت لقطات بثتها محطات تركية حكومية منقذين في منطقة عثمانية، وهم ينتشلون طفلة من تحت أنقاض بناية منهارة كانت مؤلفة من 4 طوابق، وذكرت أنه 5 مصاب يتم انتشاله. وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان في بيان إن الرئيس تحدث هاتفيا مع حكام 8 أقاليم متضررة لجمع معلومات عن الوضع وجهود الإنقاذ، فيما أعلن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد أنه يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث حجم الأضرار ومناقشة الخطوات المقبلة التي ستتخذ. استيقظت تركيا وسوريا فجر الاثنين على زلزال مدمر ضرب محافظات عدة في الجنوب التركي والشمال السوري، ووصف المختصون في علم الزلازل ما حدث بأنه أكبر زلزال في تاريخ المنطقة منذ عقود، ولا يقترب منه سوى زلزال عام 1939 شمال شرق تركيا الذي تسبب في أضرار كبيرة. هذا وتتواصل العروض الدولية لإرسال المساعدات إلى أنقرة ودمشق بعد هذا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وامتدت اهتزازاته إلى الشمال السوري وخلف آلاف القتلى والجرحى محدثا دمارا هائلا. وعرضت العديد من الدول المساعدة والدعم لكلا البلدين وإرسال مساعدات فورية للمنكوبين والمتضررين وكذلك فرق الإنقاذ والطوارئ، كما دشنت العديد من الدول العربية جسورا جوية لتقديم المساعدات المطلوبة. نرحب بضيف هذه الفقرة من برنامج من القاهرة الدكتور أكرم حسام خبير الأمن الإقليمي. أهلا بك دكتور أكرم. أهلا وسهلا. وحتى هذه اللحظة دكتور أكرم، كيف تقيم حركة المساعدات التي بدأت بعد حدوث الزلزال سواء إلى تركيا أو إلى سوريا؟ بالتأكيد العالم يعني تحرك بسرعة استجابة للنداء التركي الذي أوضح أن حجم الكارثة بالفعل يفوق قدرات الدولة التركية وكذلك الدولة السورية على التعامل معها في ظل حجم هذا الزلزال وقوته وما خلفه حتى الآن من دمار على مستوى البنية التحتية ومن قتلى ومن مفقودين ومن جرحى، مع توقعات بأن الأعداد المتوقعة لضحايا هذا الزلزال لا تزال يعني متوقع لها الصعود خلال الأيام القادمة مع وجود ضحايا بالتأكيد يعني تحت الأنقاض، وبالتالي الكارثة كبيرة. والاستجابة العالمية ما شاهدناه من ردود فعل مختلفة سواء على المستوى الأممي من جانب الأمم المتحدة أو على مستوى الدول المختلفة كانت سريعة. شاهدنا كثير من الدول على المستوى العربي، دول كثيرة قدمت مساعدات أو أعلنت عن استعدادها لتقديم مساعدات، وهناك دول بالفعل تحركت لإرسال فرق جوية تحمل مساعدات إنسانية وكذلك معدات خاصة بالبحث والإنقاذ والمساعدة. مصر عرضت المساعدة، بعض دول الخليج، الإمارات، قطر، تركيا، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية، تونس، يعني على سبيل المثال الحاصر. على المستوى الأوروبي شاهدنا كثير من دول الاتحاد الأوروبي أعلنت المساعدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، أسبانيا، رومانيا، بريطانيا يعني أيضا قدمت مساعدات على هذا المستوى. الجانب الأمريكي، الوطن الأمريكية قدمت أيضا مساعدات، أعتقد أنها يعني حسب آخر بيان أنها في الطريق إلى تركيا وإلى سوريا. روسيا عرضت أيضا تقديم المساعدة، وحاليا تعمل الفرق السورية الروسية على الأرض طبعا في سوريا باعتبار أن
لروسيا تواجد على المستوى العسكري على الأرض في سوريا. الصين، باكستان، الهند، كثير من دول العالم يعني هبت مسرعة لتقديم المساعدة للحكومة السورية والحكومة التركية. طيب نحن لدينا تقرير الآن دكتور أكرم نتابعه حول جهود الإغاثة التي ذكرتها حضرتك لإغاثة تركيا وسوريا من تبعات الزلزال. نتابع هذا التقرير ونعود لحوارنا. دول عربية وأجنبية عديدة قدمت تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وعرض تقديم المساعدات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه لرئيسي تركيا وسوريا وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة، وهو الموقف نفسه الذي أعلنته الصين. وفي استجابة سريعة أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال 10 فرق إنقاذ إلى تركيا. أرسلنا 10 فرق إنقاذ من دول أعضاء، هي بلغاريا، كرواتيا، تشيك، فرنسا، اليونان، هولندا وبولندا ورومانيا، لدعم المتضررين على الأرض. هذا إضافة إلى أن كل من المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا عرضوا تقديم المساعدة. بينما أعلنت بريطانيا إرسال متخصصين وفرق طبية إلى تركيا، شددت ألمانيا على أنها تنسق مع تركيا وسترسل المساعدة الممكنة. سنرسل كل المساعدات الممكنة. الوكالة الحكومية للمساعدات التقنية توفر المخيمات والملاجئ الطارئة بأنظمة المياه النقية، وكما قلنا الوكالة أعدت بالفعل شحنات المساعدات بمولدات الطاقة والخيام والأغطية، وهي تنسق عن قرب مع السلطات التركية. كذلك أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لتوفير مساعدة عاجلة، بينما تعهد مستشار ألمانيا أولاف شولتز بتقديم مساعداته. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من أجهزته متابعة الوضع مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية. وعربيا أعلن الهلال الأحمر الكويتي تقديم مساعدة عاجلة لتركيا وسوريا، بينما قدمت تعازي كل من الأردن والعراق والجزائر والعديد من الدول الأخرى. إذن وفي جديد الزلزال التركي، وكما نتابع على الشاشة هناك زلزال بمقياس 5.4 درجات يضرب منطقة كهرمان مرعش في الجنوب التركي أيضا، وربما يكون هذا الزلزال هو أحد توابع الزلزال الفائت. أعود إلى ضيفنا في هذه الفقرة دكتور أكرم حسام خبير الأمن الإقليمي. دكتور أكرم، أنت أشرت إلى مسألة المساعدات الإنسانية التي جاءت كرد فعل من تقريبا من دول العالم، كل دول العالم لتركيا. السؤال هنا، هل تتقاطع الإغاثات الإنسانية مع مقتضيات السياسة؟ يعني العلاقة السياسية التي تربط هذه الدول بتركيا، سواء علاقات تتفاوت في درجاتها، هل تتقاطع مع مسألة المساعدات أم أن المساعدات تسير بوتيرة يعني تجنب السياسة إلى حد ما؟ يعني إذا قصرنا الحديث على الكارثة التي حدثت اليوم وبالنظر إلى ردود الفعل المختلفة من دول العالم، يعني حتى الآن الجانب السياسي تم تحييده بشكل كامل. والدليل على ذلك أن دولة زي اليونان في وضع عداء أو وضع توتر على المستوى مع تركيا، يعني حدث اتصال هاتفي ما بين القيادة اليونانية والقيادة التركية، وأعلنت اليونان عن استعدادها لتقديم مساعدات عاجلة للحكومة وللشعب التركي. وبالتالي يعني لا وقت الآن للحديث عن الخلافات السياسية في ظل هذه الكارثة، يعني عالية المستوى أو الكارثة الكبيرة على المستوى الإنساني تحديدا. أيضا لاحظنا مؤشر آخر، أن إسرائيل وهي دولة في يعني في عداء مع الجمهورية السورية أيضا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية سترسل مساعدات إلى سوريا بناء على طلب وصل إلى الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص. إذن هذين المسألين يعطيان انطباع بأنه لا مجال
لخلط السياسة بالوضع. يعني عادة في مثل هذه الكوارث يتم تحييد الـ على الأقل خلال السياسية. على الأقل خلال مراحل الاستجابة الفورية تكون هذه المسائل السياسية بعيدة عن التفكير أو عن التدخل في هذا الأمر. لكن طب في المقابل هل من الممكن أن تكون أو يكون مسألة التعاطف الإنساني ومن ضمنه طبعا المساعدات مدخلا ربما لتقريب وجهات النظر أو يعني تقريب الفجوة بين بلدين متخاصمين أو بينهم علاقات شائكة؟ بالتأكيد طبعا، لأن يعني الإسراع إلى أو نجدة الدول المنكوبة هو يعني يعبر عن سلوك إيجابي وسلوك ودي من باتجاه الدول المنكوبة بشكل أساسي، ولا شك أنها تترك انطباع إيجابي لدى هذه الدولة يعني. لكن يعني في مثل هذه الكوارث أعتقد أن الدول تفكر بشكل إنساني وبشكل جماعي باعتبار أن هذا التزام على الجماعة الدولية بشكل خاص للتكاتف والتعاون. واجب التعاون هو واجب منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهو سلوك متبع يعني ليس فقط تجاه تركيا أو سوريا، قياسا على حالات الكوارث التي مر بها العالم ربما يعني خلال العقود الماضية. شهدنا هذه الهبة يعني فيضانات باكستان الأخيرة وغيرها من الكوارث، جائحة كورونا على سبيل المثال، كانت هناك أيضا هبة دولية أو يعني توجه إلى تقديم المساعدات. صحيح أن البعد الإنساني أو البعد السياسي حاضر أحيانا في بعض، قد يكون حاضر في جانب من جوانب التفكير، لكن البعد الإنساني هو الغالب. طيب نأخذ مثال تركيا ومصر. يعني العلاقات بين مصر وتركيا الآن في مرحلة انتقالية، وما زالت المشاورات والمفاوضات يعني لم تصل إلى الحسم في مسألة التقارب. هل من الممكن أن يكون تكون هذه الكارثة مدخلا ربما لتحول في العلاقة المصرية التركية؟ لا أعتقد أن الحديث عن تحول يعني الانتقال من حالة إلى حالة، لكن بالتأكيد أنها لفتة إنسانية ستلقى يعني تقدير من الحكومة التركية طبعا. لكن فيما يتعلق بمسار العلاقات التركية المصرية هناك ملفات شائكة ربما يكون الحديث عنها في وقت لاحق. طيب يعني فيما يتعلق بسوريا دكتور أكرم، البعض تحدث عن أنه العقوبات التي هي على الجمهورية السورية ربما تكون مانعا من وصول المساعدات. هناك حظر طيران على بعض المناطق، هناك عقوبات دولية، كيف ترى هذه المسألة؟ يعني في مثل هذه الكوارث أعتقد أن كل هذه الأمور سيتم تحييدها، خصوصا أن إدارة عمليات الإغاثة تتم من خلال الأمم المتحدة بشكل أساسي، وبالتالي فكرة وجود العقوبات أو منع الطيران أو كل هذه الأمور سيتم تحييدها على الأقل في المراحل الأولى للاستجابة إلى هذه الكارثة بشكل أساسي. طيب هناك مصطلح الدبلوماسية الإنسانية، وأعتقد أنه ما يحدث الآن هو مظهر من مظاهر هذه الدبلوماسية. هل تنجح هذه الدبلوماسية في التخفيف يعني من على الأقل من حدة الصراعات التي تحدث الآن في العالم؟ الدبلوماسية الإنسانية مصطلح واسع إلى حد ما، وأحيانا ما يختلط أو يخلط البعض بينه وبين مصطلح الإغاثة الإنسانية. ما نشاهده في هذه الكارثة اليوم هو نوع من أنواع الإغاثة الإنسانية، والإغاثة الإنسانية هي إحدى أدوات الدبلوماسية الإنسانية، يعني باعتبار أن الدبلوماسية الإنسانية هي دبلوماسية تمارس في أوقات السلم وفي أوقات الحرب، لا تقتصر فقط على الكوارث الطبيعية، أحيانا تتضمن تقديم مساعدات أو القيام بعمليات تخص تطوير مستويات الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية حسب ما تم الحديث عنه في ميثاق في مواثيق وبعض الاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة وما إلى ذلك. وبالتالي الدبلوماسية الإنسانية مفهوم واسع وشامل. الإغاثة تتحدث عن التحرك في أوقات الكوارث والأزمات، ولها طبعا مستويات ولها شروط للتعامل، منها طبعا الحيادية، يعني أن تكون التوجه نحو تقديم الإغاثة
يلتزم بشروط الحيادية والشفافية بشكل أساسي، بمعنى أن لا تقدم المساعدات إلى فئة من المواطنين على حساب فئة أخرى أو اختيار مناطق بعينة. الممارسة السياسية على الواقع للأسف الشديد بتكشف أحيانا عن حدوث هذا الشكل من أشكال الاختلاط أحيانا في العمل الإنساني بين أيضا الجانب السياسي والجانب الإنساني، وهناك حالات كثيرة يمكن ذكرها. طيب دور الأمم المتحدة في مثل هذا الوضع يا دكتور أكرم، يعني هل هو دور إنساني فقط لتوصيل الإغاثات أم أنه يرافقه دور سياسي أيضا؟ زي ما احنا قلنا الأمم المتحدة ووفق ما نصت عليه مقاصد الأمم المتحدة في الباب الأول أنه جزء من عملها هو العمل الإنساني. الأمم المتحدة تمارس دور مهم جدا على هذا المستوى. بالمناسبة يعتبر الدور الإنساني للأمم المتحدة سواء من خلال المكاتب التي تم إنشائها أو من خلال الوكالات المتخصصة التابعة لها هو من أهم الأدوار التي تحسب للأمم المتحدة على مستوى الإنجازات. التداخل الدور السياسي مع الدور الإنساني فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة بالتأكيد وارد في ظل أن جزء من المهام التي تنفذها الأمم المتحدة تقوم بها أيضا أو تنفذها عن طريق وكلاء سواء المنظمات أو بمساعدة دول كبرى، يعني خصوصا أن عمليات الإنقاذ تحتاج إلى قدرات على المستوى اللوجستي وعلى المستوى الفني وكذلك على المستوى المالي. الدور هو دور مهم لا شك فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة، والتنسيق الأساسي لهذا الأمر يتم من خلال مكتب الأمم المتحدة للإنسان أوشا. لوحظ هنا دكتور أكرم أنه يعني تركيا هي التي استحوذت على الاهتمام الأكبر، ربما الاهتمام الإعلامي حتى وربما الاهتمام الإغاثي أيضا، مع أنه سوريا أيضا طالها ما طالها من وراء هذا الزلزال. يعني هي المسألة إعلامية فقط أم أنه أيضا في الإغاثات نصيب سوريا سيكون أقل؟ يعني اعتقد ان باعتبار ان تركيا هي مركز الزلزال يعني والدمار الاكبر وقع في تركيا على مستوى المباني وعلى البنيه التحتيه وعلى مستوى الضحايا، وبالتالي التركيز بشكل اساسي على المناطق المنكوبه في تركيا. لكن يعني ما شاهدناه من تحركات من الدول المختلفه يعني تم فيها التوجه الى تركيا والى سوريا. حتى الحكومه السوريه البيان الاول أو التغريدة التي صدرت عن الرئيس بايدن بالفعل كانت ملفتة للنظر لأنه تحدث فقط عن تركيا، لكن البيان المحدث أو آخر بيان صدر عن الحكومة الأمريكية تحدث عن أن المساعدات في اتجاهها أو في طريقها إلى سوريا وإلى تركيا خاصة في الشمال السوري. طيب دكتور أكرم اسمح لنا نتوقف مرة أخرى عند الخبر العاجل الذي جاء قبل قليل، وهو حدوث تابع من توابع هذا الزلزال، وهو تابع تصل درجته إلى 5.4 وأصاب مدينة كهرمان مرعش وأيضا هي مدينة في الجنوب التركي. حول هذا الخبر أتواصل هاتفيا مع الدكتور شريف عبد الهادي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية. دكتور شريف مرحبا بك وحدثنا عن هذا التابع يا دكتور شريف. يعني منذ الصباح الباكر وإحنا بنستقبل عندنا في الشبكة القومية للزلازل كميات مهولة من التوابع، يعني ممكن اقول لحضرتك دلوقتي عندنا يجي اكثر من 100 تابع سجلناه يعني في مصر بس. ممكن يعني كل التوابع دي فوق محسوسه فوق الاربعه، زلزال اربعه منهم الزلزال اللي حضرتك اتكلمت عنه فوق اربع درجات، الزلازل الخمسه فوق خمسه، عشرات الزلازل فوق خمسه، وده يعني يعتبر يعبر عن شراسه الوضع في الكارثي في تركيا والبلاد المحيطه حواليها او بالقرب من الزلزال، اللي هو زلزال يعني شرس جدا سبب قلقله لكثير من الفوارق الغير نشطه واللي نشطت بعد الزلزال يعني، وسببت بقى طبعا في حدوث ايه هذه الهزات الابتدائيه اللي بتزيد من معاناه المواطنين هناك وكده وربنا يتولاهم يعني. طيب دكتور شريف حضرتك بتقول انه المقياس عندما يصل الى اربعه او خمسه هذا لا يعد كبيرا؟ لا يعني في الوضع العادي لا يعد كبيرا، لكن لما يكون في بيوت مصدعه ويحصل لها زلازل ارتداديه ممكن البيوت المصدعه دي تنهار بكثره الزلازل الارتداديه يعني. هو احيانا
احيانا يعني نسمع انه احيانا التوابع تكون اقوى من الزلزال نفسه، هذه معلومه حقيقيه علميا يا دكتور شريف؟ لا لا، وانا في الحاله دي انا عندي خدت الصدمه الاولى صمد، البيت خد الصدمه الاولى صمد، صدمه ثانيه وصمد، بعد كده حصل كذا صدمه خلاص انتهت القضيه. اصبح دلوقتي خصوصا لما يكون البيوت اللي اتبنت في اماكن لم تتخذ اكود البناء الخاص بالمدن دي. يعني انا ممكن يعني، وده واضح جدا ان هناك هتجد الصور او الفيديوهات اللي جايبه اتيه من تركيا، ان في عماير سقطت وجنبها عماره ما سقطتش وعلى يمينها عماره ما سقطتش. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البيت ده كان يعني تم اهمال عامل الامان الزلزالي في بورن لهذه المباني. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، طبيعه التربه بتختلف من مكان لمكان وكده، فممكن يكون ايه اللي بيبني المبنى ما رعاش الاساس يتحط صح. يتحط صح الاساس، لازم يتحط بطريقه معينه. طيب دكتور شريف، حضرتك بتقول ان كنت تابعته في المعهد اليوم ما يقرب من 100 تابع لهذا. يعني تابعته اصاب مصر، يعني شعرنا به في مصر تقصد، ولا تابعته ازاي؟ لا احنا حضرتك ما بش يعني احنا دلوقتي بقى التوابع دي حضرتك ما بنشعرش بيها. احنا بنسجلها باجهزه الرصد. يعني احنا اصلا طبيعتنا ان احنا بنسجل زلازل كتير جدا حتى في مصر لا يشعر بها البشر ولا تؤثر على اي شيء. فاحنا طبيعتنا ان احنا اجهزتنا دقيقه، ممكن تسجل زلازل في امريكا، تسجل زلازل في اي مكان في العالم، احنا بنسجلها بس بشرط ان يكون الزلزال كبير شويه. فاحنا بنسجل في الوضع الحالي ممكن نسجل الزلازل الاربعه فما فوق. لكن تقصد انكم رصدتوا 100 تابع لهذا الزلزال اللي حدث في تركيا؟ احنا كمصر رصدنا، لكن لو انت حطيت محطات الزلازل جنب الزلزال في تركيا حصلت الاف التوابع. طيب سؤالي يا دكتور شريف، هو احنا ما زلنا بعيدين عن هذا الزلزال او عن حزام هذا الزلزال؟ والله احنا اصلا حضرتك بعيدين جدا، احنا اصلا المسافه بيننا وبين الزلزال في القاهره 900 كيلو، اكثر من 900 كيلو. فدي يعني مسافه امنه جدا ان احنا يعني نتاثر بالزلزال سواء في البنى التحتيه او اي ضرر يحصل للبشر. ولكن طبعا لطبيعه الزلزال الزلزال اللي حصل الكبار اللي هو 7 و8 ريختر جنب ورا بعض، واحد حصل الساعه 3 صباحا وثب، والثاني حصل الساعه 12 ونص مساء، يعني بعد الظهر يعني في اليوم. فطبعا الزلزالين دول اصلا يعني قوي جدا واثروا ان احنا نحس بيهم، بس مجرد احساس بيهم في بعض الاماكن اللي هي اصلا برضك نتيجه طبيعه التربه فيها. وكمان نتيجه ان المباني اصلا مبنيه يعني بطرق، يعني مش هنقول مثلا ايه، بطرق غير مقاومه للزلازل. وبالتالي هذه المباني لو يعني اؤكد لحضرتك ان هذه المباني بتتهز من اي حاجه، يعني لو عربيات نقل ماشيه جنبها تلاقيها بتتهز برضه. لكن بقيه الاماكن في مصر لم تتاثر بالزلزال خالص ولا ما لكن مصر مش في وارد انها تدخل هذا الحزام او تقترب من هذا الحزام، لانه شرق المتوسط ليست بعيده يا دكتور شريف. ما انا عارف حضرتك، احنا في ظروف مختلفه تماما عن الظروف اللي حصل فيها الزلزال في تركيا او شرق البحر المتوسط. يعني حتى لو احنا 450 كيلو من اقرب مكان في شرق البحر المتوسط، احنا ما زلنا 450 كيلو دي مسافه قويه جدا انها تمنع اي حاجه وتحمينا ان شاء الله باذن الله. ولكن طبعا يعني ايه، الانسان لازم ياخد حظه، ياخد بالاسباب في ان احنا لما نيجي نبني نتبع كود البناء المصري، لان هو دلوقتي يعني ده مثال صارخ او مثال واضح ان احنا لازم نتحرى الدقه في بناء المباني بتاعتنا، لان احنا الحمد لله عندنا كود مباني لو اتخذنا بيه في اثناء البناء والمهندسين خدوا في اثناء البناء. احنا شاركنا فيه كمعهد قومي لبحوث الركاب الجيولوجيه وقسم الزلازل قبل كده، وبنحدثه كل كام سنه مع بالاشتراك مع معهد بحوث البنى. فالمفروض ان هم ياخدوا الكود دوت ويراعوا يعني الامانه والضمير في ان هم يبنوا البيوت تتحمل الزلازل. طيب دكتور شريف، البعض ربط بين هذا الزلزال وبين التغيرات المناخيه اللي بتحدث في الكوكب مؤخرا، هل هذا كلام علمي؟ حاجة. هو ربطه بكذا حاجه طبعا، يعني نتيجه اللغط والكلام الكتير وكده. لا يعني حصل رصيف في اسكندريه وقع طوله 20 متر. وقعوا ازاي؟ حصل له هبوط عالي نتيجه ربطات الزلزال. فطبعا ده كلام وراء. ليه؟ لان لما الزلزال يحصل في حته بيأثر على حته، ما بيأثرش في 20 متر، ده بيأثر في احياء كامله ومدن كامله. فيعني بيربطوا ربط غير علمي ويعني بالمره يعني. وبالنسبه برضك للظروف المناخيه زي
بيقول لك مثلا يعني الوضع اللي فيه التغيرات المناخيه برضك الزلازل دي بتحصل بقى لها مئات السنين والاف أيوة. السنين، فما لهاش دعوه باللي بيحصل دلوقتي يعني. طيب ده حاجه بقى لها الاف شكرا السنين دكتور، شكرا جزيلا دكتور شريف عبد الهادي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه في القاهره. اعود اليك دكتور اكرم حسام، والحديث ما زال عن تقاطعات السياسه بالاوضاع الانسانيه. يعني حضرتك اشرت ان هناك لابد ان نفرق بين مفهوم الدبلوماسيه الانسانيه والاغاثه الانسانيه، هل حدث خلط في هذه الازمه او هذه الكارثه بينهما؟ طبعا حتى الان يعني لم يحدث، يعني خصوصا ان احنا ما زلنا في اول ايام الكارثه. يعني التجارب السابقه مثلا على سبيل المثال تجربه افغانستان كشفت عن خلط واضح في مساله المسار الانساني والمسار السياسي. شفنا ده مثلا في العمليه التي قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية لتطعيمات في باكستان من أجل الوصول إلى تركيبة الحمض النووي، ومنها إلى الوصول إلى مكان تواجد أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. إذن عملية إنسانية تم تسخيرها لأغراض استخباراتية. أيضا إدارة أوباما على سبيل المثال قدمت مساعدات إنسانية كبيرة لبعض المناطق في أفغانستان من أجل كسب ود السكان المحليين للوقوف او لمقاومه حركه طالبان. هذه نماذج لفكره الاستخدام السياسي للازمات الانسانيه. ايضا شاهدنا في ازمات اخرى محاولات بعض الدول، خصوصا في الاوقات التي تصل فيها الازمات الى او الاوضاع الانسانيه الى اوضاع ممتده، ازمات طويله قد تاخذ اشهر او سنوات، يكون هنا المجال متاح لفكرة دخول فكرة العمل السياسي والعمل الاستخباراتي ضمن العمل الإنساني. شاهدنا ذلك مثلا على سبيل المثال الحاصر في الأزمة السورية الأخيرة، كانت هناك إشارات مثلا إلى بعض الأدوار التي قامت بها منظمة الخوذ البيضاء أو وغيرها من المنظمات التي تعمل على الساحة السورية، وبالفعل الحكومة السورية وجهت اتهامات إلى هذه المنظمات بأنها تنقل صور من أرض الواقع إلى بعض أجهزة الاستخبارات في المنطقة، ولها دور يعني أشارت إلى أنها لعبت دور ما فيما يتعلق بموضوع اتهامات سوريا باستخدام السلاح الكيماوي والذي بني عليه فيما بعد قانون قيصر. إذن الوضع بالفعل قابل إلى التحول والاستخدام فيما يتعلق بالجانب السياسي والجانب الأمني. في الأزمة الحالية يعني أعتقد أن الاستجابة استجابة إنسانية بالأساس، لكن في حال طال أمد حتى الآن، لكن في حال طال أمد الأزمة يعني أو طال أمد هذه الكارثة يعني وارد جدا خصوصا مع دخول دول ربما تكون في وضع عداء أو وضع يعني توتر مع سوريا أو مع تركيا، وارد أن تستفيد أمنيا وسياسيا من هذا التدخل. طيب تأثيرات هذه الدبلوماسية شعبيا على التواصل بين شعوب العالم، يعني احنا لاحظنا على مواقع التواصل كم التعاطف الرهيب بالتأكيد مع الشعب التركي والشعب السوري في هذه الأزمة. يعني بالتأكيد يعني الكوارث والفيضانات والبراكين وغيرها من الكوارث هي يعني كوارث إنسانية، الشعوب بالمطلق تتعاطف يعني مع هذه الكارثة، لأن بالتأكيد يعني ما يحدث في تركيا او ما حدث في سوريا يمكن ان يطول دول اخرى، ووارد وحدث بالفعل حالات التضامن الحاليه يعني شاهدناها تجاه باكستان تجاه ايران تجاه السودان في الفيضانات التي تضرب السودان تقريبا كل عام، يعني تجد حضرتك ايضا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي هناك تضامن مع الدول ومع الشعوب المنكوبة. هذه ظاهرة إنسانية والتعاطف الإنساني وارد فيها. التحرك المصري يا دكتور أكرم كيف رصدته؟ بالتأكيد يعني انطلاقا من البعد الإنساني بالأساس كان الاتصال الذي يعني قام به السيد سامح شكري وزير الخارجية مع نظرائه في الجمهورية التركية وفي الجمهورية السورية، كان تحرك سريع تم التأكيد فيه على استعداد مصر طبعا تقديم التعازي للدولتين في الضحايا، والإعلان عن استعداد مصر الفوري
لتقديم المساعدات لتركيا والى سوريا. التحرك ليس بجديد على الدولة المصرية، يعني رصد المسار الإنساني في الدبلوماسية المصرية خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة للكوارث. مصر تعتبر من الدول على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي من أكثر الدول نشاطا ودعما للمسار الإنساني خصوصا فيما يتعلق بالكوارث، والأمثلة كثيرة، يعني ربما آخرها في لبنان في شهر فبراير الماضي كان هناك دعم مصري على المستوى الطبي إلى لبنان. فيضانات السودان في منتصف العام الماضي كان هناك أيضا جسر جوي مصري سريع إلى إنقاذ الشعب السوداني من الفيضانات، فيضانات باكستان الأخيرة، كوارث كثيرة من قبل. بالمناسبة يعني ربما الوضع مع تركيا الآن يعني في وضع أفضل مما كان عليه في السابق، لكن في زلازل سابقة ضربت تركيا خلال الفترة التي كان فيها التوتر بين القاهرة وأنقرة على المستوى، مصر أيضا قدمت مساعدات وكان هناك اتصال للإعلان عن التضامن والمساندة. هنا عودة لمسألة تحييد الجانب السياسي والعلاقات السياسية. بالتأكيد بالتأكيد. تمام. أعود إلى مسألة دور الأمم المتحدة هنا. نعم. دكتور أكرم، البعض بينتقدوا أنه ليس على مستوى هذه المنظمة الأممية اللي بتحوي كثير جدا من المؤسسات ولديها إمكانات هائلة ولديها يعني دعم مالي من كل دول العالم، يعني كيف تقيم أنت تحرك الأمم المتحدة في مثل هذه الأزمات؟ طبعا زي ما قلنا أن الدور الأمم المتحدة هو الدور الأساسي، وهي المسؤولة عن تنسيق الأداء الإنساني فيما يتعلق بالاستجابة للكوارث عالميا، وهي المنظمة التي لديها من الوكالات والمنظمات والآليات ما يمكنها بالفعل من الاستجابة إلى هذه الكوارث، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن بعض الكوارث التي تحدث والنموذج الحالي أو نموذج الزلزال الأخير هو خير مثال على عفوا على أن بعض الأزمات لا تستطيع الحكومة الوطنية أن تتعامل بمفردها معها. أيضا مسألة تنسيق الجهود المختلفة بين الدول التي تقدم مساعدات إلى الدول المنكوبة تحتاج إلى من يقود هذه العمليات، وهذا الدور هو المنوط بالأمم المتحدة. هل من الممكن يحدث تقاطع هنا بين هذه الأزمة وبين الأزمات السياسية الحاصلة الآن في العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية مثلا، بمعنى تأثير الحرب الروسية على الدعم المالي، على الدعم المادي، على الأمم المتحدة بالتأكيد وده معلن تعاني من فجوة تمويلية حاليا فيما يتعلق بدعم المسار الإنساني حتى قبل وقوع الزلزال الأخير، هناك فجوة في التمويل، وأعتقد أن بعض التصريحات التي خرجت من مكتب الأمم المتحدة الإنسان للشؤون الإنسانية تحدث أن صندوق الطوارئ وهو إحدى الآليات التي تملكها الأمم المتحدة والتي من المفترض أنه يتضمن أو يحوي مبالغ مالية عبارة عن مساهمات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذا الصندوق تستخدمها الأمم المتحدة لدعم المناطق المنكوبة. هناك فجوة أو هناك نقص في هذا التمويل، وهناك نداء تم توجيهه بالفعل إلى دول العالم لدعم هذا الصندوق بحيث تستطيع الأمم المتحدة أداء واجبها على أفضل وجه ممكن. أيضا يعني فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، تركيا واحدة من أو طرف من أطراف اتفاقية نقل الحبوب. صحيح. يعني هل من الممكن أن يؤثر أو تؤثر هذه الأزمة على تنفيذ هذه الاتفاقية، لأنه ده المنفذ الوحيد لتوصيل الحبوب إلى دول العالم من أوكرانيا؟ حتى الآن يعني من الصعب تقدير التأثيرات المحتملة للزلزال على هذا المسار، يعني ربما يكون هذا المسار منفصل تماما، يعني لا نريد أن نخلط كل الأوراق في يوم واحد، يعني من الأزمة أو الكارثة لا تزال في أول أيامها، غير معلوم ماذا ستؤدي إليه خلال الأيام المقبلة. صحيح أن المشهد حتى الآن مخيف، خصوصا مع يعني ما سمعناه في المداخلة الأخيرة أن هناك يعني ارتدادات وتوابع كثيرة، وهذه في منتهى الخطورة، خصوصا أنها يعني تزيد احتمالات دمار مزيد من المباني السكنية، و طبعا مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا. تأثير الحرب الأوكرانية بالتأكيد أنه
اوجد نوع من الشقاق على المستوى الدولي فيما يتعلق بمسار التعاون الجماعي، وهذا هو التأثير السلبي الذي يعني لابد ان يتم تجاوزه خلال الفتره المقبله. هذه الازمات رغم انها تحدي الا انها احيانا تخلق فرصه ربما لاعاده النظر في بعض الامور، وتدعو الدول الى التكاتف ومحاوله حل الخلافات. يعني انت بتتكلم عن اثار مدمره على الرغم من ان تركيا دوله اقتصادها قوي، يعني اقتصاد لا باس به يعني. طبعا تركيا دولة نامية ولديها اقتصاد قوي من عوائد السياحة ومن عوائد التصدير وما إلى ذلك، ولكن على الرغم من ذلك يعني وكما شاهدنا يعني التأثير فادح بالفعل. يعني تقديرات خسائر هذه الكوارث، وزي ما احنا شفناها في حالات أخرى، يعني شفناها في التسونامي، شفناها في الفيضانات في السودان وفي باكستان، الاثار او الاثار السلبيه لا تحصى فقط من الناحيه الماليه. حتى الان تقديرات الزلزال الاخير في تركيا على سبيل المثال قدرت بحوالي مليار دولار، لكن هذا المبلغ يعني او هذه التقديرات الماليه ليست هي الاهم. الاهم هي في تقديري يعني الاثار الاجتماعيه والسياسيه، لان احيانا تؤدي هذه الكوارث الى اضطرابات على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي. في تقدير الشخصي ان استجابة الحكومة التركية مثلا اذا اخذناها على سبيل المثال للتحليل، استجابة الحكومة التركية وتعاملها مع هذه الأزمة قد يكون احدى المحددات التي سيتم النظر اليها فيما يتعلق بمسار الوضع الداخلي في تركيا. بمعنى انه اذا نجحت حكومة اردوغان في التعامل مع هذه الكارثة بطريقة فعالة من حيث الاستجابة، سرعة الاستجابة والتعامل مع الضحايا، إعادة إعمار المدن المهدمة إلى آخره، ربما يكون ذلك من إحدى النقاط التي يمكن اكتسابها فيما يتعلق بالانتخابات التركية القادمة. بينما في حال فشلها قد يعني يستغل هذا الوضع الحركات المعارضة أو أحزاب المعارضة للنيل من موقف حزب العدالة والتنمية. يعني ده اختبار فعلا بالتأكيد، اختبار حقيقي للحزب العدالة والتنمية. نعم. نعم. برئاسة أردوغان، ده حقيقي. صحيح. هنا لا ينظر لهذه المسألة في حالة حدوثها أنه خلط السياسة بالوضع الإنساني. يعني هذه تأثيرات. هذه يعني هذا مسار وهذا مسار. حكومة تجاه أزمة يعني. هذه تأثيرات داخلية للكوارث تحدث. نعم. دي عادة بتحدث في كل الدول. بنشوفها يعني. بنشوفها. ليس من قبيل الخلط اللي أشرت إليه حضرتك بين مسألة الإغاثة والسياسة. بنشوفها سيادتك في حالات كتير، يعني ربما السودان على سبيل المثال. الاستجابات للكوارث في الفيضانات دائما ما كان الشعب السوداني يحمل الحكومة السودانية المسؤولية عن التقاعس احيانا او عدم القدرة على اتخاذ اجراءات استباقية للتعامل مع الفيضانات التي تحدث كل عام، وبالتالي توجه التهم تكرارا الى الحكومة بالتقاعس. لذلك التأثير السياسي لمثل هذه الاحداث هو الاهم وما يجب ان يعني ينظر اليه في مثل هذه الاحداث. طب بالنسبه لسوريا دكتور اكرم. نعم. ولعله ده يكون اخر سؤال في هذه الفقره. هذه الازمه يعني الا يمكن ان تؤدي الى عوده ولو جزئيه لسوريا الى المجتمع الدولي، او يعني ردم هذه الفجوه بين سوريا والمجتمع الدولي؟ بالتأكيد يعني بعض الإشارات التي خرجت الآن أو اليوم من الأمم المتحدة تحدثت عن أن الوضع في سوريا يعني ما كان يحتاج إلى كارثة إضافية، لأن يعني بالفعل الوضع الإنساني في سوريا منذ سنوات في منتهى السوء، بل صنفت سوريا على أنها واحدة من أكثر الدول التي تعاني من وضع إنساني سيء، وهناك بالفعل خلاف موجود بين روسيا من ناحية وأمريكا والغرب من ناحية أخرى فيما يتعلق بمسار المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الحكومة السورية. هذا خلاف مستمر. نعم. وهناك قرار يجدد سنويا من مجلس الأمن بخصوص المساعدات. لذلك أتوقع أن هذه الأزمة ربما تعيد النظر فيما يتعلق بالجانب الإنساني وتقديم مساعدات لسوريا وضرورة الحل السياسي. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أكرم حسام خبير الأمن الإقليمي، وأهلا بك دائما. شكرا جزيلا. ختام هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، أشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة وإلى اللقاء.